أول رحلة لمصر بعد 6 سنين في الجزائر، أخيرا هنشوف مصر. كتير من أصحابي وأصدقائي بيقولوا لي مصر اتغيرت، ومصر بقى فيها حاجات كتيرة، واتغيرت طبعا للأفضل وللأحسن. فأخيرا هنشوف مصر وهنزور مصر بعد 6 سنين إقامة في الجزائر. امبارح كنت في السفارة المصرية أنا وزوجتي، عملت لها التأشيرة، وبالمناسبة دي بشكر السفارة المصرية وكل العاملين فيها على حسن المعاملة وحسن الاستقبال وسرعة الإجراءات. عملنا التأشيرة في نفس اليوم لزوجتي، وإن شاء الله هنحجز خلال الأسبوع الجاي بإذن الله. رغم الفرحة بالسفر لمصر وهنشوف الأهل وهنشوف الأصدقاء، ودي زيارة أي إنسان في الغربة بيبقى مستنيها في أي وقت، ولكن برضو حقيقي في نفس الوقت أنا حاسس إن في حاجة هتبقى نقصاني، لأن دي أول مرة إن أنا أسافر بره الجزائر من 6 سنين. الناس اللي اتعودنا عليها والبلد اللي اتعودنا عليها وأجواء كتيرة هنفتقدها هنا، ولكن إن شاء الله بإذن الله 20 يوم أو شهر وراجع. وعلشان كده بقول لأي حد حابب إن هو يوصل حاجة ضرورية لمصر، سواء وثيقة أو ورقة أو أدوية، أي حاجة من الحاجات دي أنا أخدها معايا مجانا نوصلها لمصر وإحنا راجعين. برضو لو في أي حاجة زي كده، حد عنده ورقة في مصر ضرورية أو وثيقة أو أدوية ضرورية عاوز يجيبها هنا، أنا أجيبها مجانا مفيش مشكلة. ده كله بالنسبة للحاجات الخفيفة، ورقة، أدوية، أي حاجة من الحاجات دي. أما لو أوزان والحاجات دي ده موضوع تاني. وإن شاء الله بإذن الله دعولي بس ربنا يشفي والدتي، لأن أنا رايح ووالدتي مريضة، إن شاء الله أطمن عليها وربنا يشفيها. دعواتكم ليها علشان إن شاء الله لما ألاقي الحالة مستقرة وأطمن عليها أقدر إن أنا أعمل جولات في مصر. قولوا لنا على الأماكن اللي في مصر اللي أنتوا حابين تشوفوها أو نشوفها مع بعض، إن إحنا نقدر نشوف مصر مع بعض والأماكن اللي فيها، سواء في اللي اتعمل جديد أو مصر القديمة، مصر الحسين والجمالية والسيدة زينب وشوارع مصر المعروفة يعني والمشهورة، والنيل والكلام من ده كله. فإن شاء الله هنحاول نشوف ونعمل فيديوهات مع بعض بإذن الله في الرحلة دي، وتكون جولة ورحلة جميلة نقضيها في مصر ونصورها مع بعض. وبس انتوا اهم حاجة زي ما قلت لكم، يعني دعواتكم لأمي ان شاء الله بالشفاء، وان شاء الله ربنا ييسر الحال وتكون رحلة ميسرة. ادعوا لنا برضو ان ربنا ييسر الرحلة ونتقابل على خير ونشوفكم على خير. بنشكركم على المتابعة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.